بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الليلة بنبدأ شرح مادة الفيزياء بالصف الأول الثانوي زي ما وعدتكم قبل كده. أنا برغب قبل ما أتكلم عن مادة الفيزياء إن أنا بلغكم بحاجة، وأنا بعتذر عن الفاتورة الصغيرة اللي ورايا دي. إن شاء الله المادة الجاية تبقى الفاتورة الصغيرة اللي دورت في المادة. وبعدين وعدتكم بوعد الزمن، ف ما حبيتش اتاخر اكتر من كده. الحاجه الثانيه، حضراتكم عاوز بس اتكلم معاكم كلمتين قبل ما ابدا الفصل. لو حضراتكم يلا نبص طبعا عندي نجيبها. الحاجة اللي أنا عايز أتكلم معاكم فيها إن طالب الثانوي دايما دماغه على قد، نادر أما واحد يطمن على قد، ودايما أنا ما عنديش مانع، مش عشان المدرس كده أنا عاوز كله في عيني، لا الدنيا لازم يبقى فيها ده وكده، بس في حاجة إيه هي؟ الطالب اللي بيختار ادبي لانه بيعتبر نفسه مفسد او مش قد العلم. القضيه ديت مش السبب فيها الطالب، السبب فيها المجتمع، يعني مش الطالب هو اللي ما عندوش ثقه في نفسه، لا المجتمع هو اللي ما عندوش الثقه دي، وهو ساعد بقى لها الناس تتكلم، مش هو طبعا مش نفسه يعني. ما بقاش حد فاهمه رياضه، فيزياء قايمه على رياضه، كيمياء قايمه على رياضه، فطبعا اعتبر نفسه طالب. ما فيش مانع انك تختار، لكن بدون ما تبقى في دماغك ان انت النصيب الفاشل بتاع الثانويه العامه. كل واحد له ميول، كل واحد له ميول. الطالب اللي اختار علم اللي شاطر في المواحد اللي شويه، الطالب اللي اختار ادبي، الطالب بتاع علمي ما يقدرش عليه، مش لانه اشطر منك دخل علمي وانت خير منه دخل ادبي، لا. كمان انا مش عاوز يبقى العمليه التعليميه قايمه على انك ايه؟ عاوز تحفظ كتير، جواب كتير، تيجي مجموعك اللي مش هيحصل لو انت اسلوبك كده. ان ما فهمتش ان ما حسيتش المعلومه دي. على فكره العبقري هو اللي بيحصل، بس اللي اشد عبقريه يعني على سبيل المثال ماده الفيزياء دي، انا باخد القياس، باخد القياس ليه؟ انا مش بقيس حياتي، عمري ما قستش روحي، ما قستش طول، ما قستش خط مستطيل في القطار، في ايه؟ ما وزنتش، ما حسبتش الزمن، مثلا هروح المشوار ده في 10 دقايق، لا 5 دقايق، طب تشتغل الصبح وصلت كده اما توصل توصل الصبح وصلت الدنيا تاني. دايما المواد العلميه فيها احتكاك بالحياه. على سبيل المثال جمع والطرح اللي في الرياضه، عمركش مثلا خدت 5 جنيه من بابا و5 جنيه من عمه و5 جنيه من كده فجمعتهم على بعض 5 غير 5 غير 5 يطلعوا 15، رحت صرفت جبت لعبه ب 10 جنيه، صرفت ال 10 جنيه ممكن تشد قلق 5. ما هي دي الحياه. اذا فلو اعتبرت نفسك ما دخلتش علمي انت فاشل، يبقى انت كده ما انتش حي لانك ما بتتعملش. اللي دخل علمي ناجح، اللي دخل ادبي ناجح، الاثنين يبقى عندهم ثقه في نفسهم، يعني محتاجين جيل يكون واثق في نفسه، مش جيل علمي يبقى واثق في نفسه وده هو اللي هيبقى الدكتور والمهندس. طب الثاني ممكن يبقى دبلوماسي برضه، يبقى ادبي بقى يخش كليه سياسه علوم اقتصاد مثلا، الإدارة في الخارجية، تخش في الإدارة إنجليزي،
وبعدين هو في منصب شوية، وانت لو بقيت ماسك مكتبة مثلا، دخلت اداب قسم مكتبة، يعني انت مسؤول عن ثقافة الحي اللي انت فيه. مفيش منصب. الفراش اللي في قلب المكتبة له أهمية، مين هيجي لك المكتبة وهي مش متنظمة؟ انت راجل معاك كده وتعرف تتكلم وتعرف تتكلم، بس لو ما اقدر اتكلم عنك مين؟ وانا اتكلم عن الثاني. نرجع بقى للطرف الثانوي العام، علمي اهم من ادبي، بتاع ادبي ما عندوش ثقه في نفسه، بتاع علمي عنده ثقه في نفسه وغاضب بعد شويه، هو اصلا مش كده هو يعني عمل ايه عمل غلط في حاجه اسمها نفس الفاضي. لا، انت في ادبي مهم، انت في علمي مهم. احساسي بقى باني بالدونيه ان انا عشان كده دخلت ادبي، ده احسن كله خد تفهمه زي بعض، لكن في ولد ربنا وفقه المدرس يقدر يفهمه، في ولد قابل مع مجموعة مدرسين جاي تشتغل عشان تاخد المرتب بتاع اخر الشهر، ما يهموش هو السبب اللي قدامه ده، اذا كان هو اصلا مش حريص على انك تفهم خلاص، انت تربيت على سمة معينة، اسمع عشان تنجح، يعني كده يعني حاجة يعني ايه عاكر بأي طريقة بقى بالحفظ وبالحفظ الثاني صغيرين المهم ماشي في نورك ان انت فيه انت ما قلتش طبعا مش هقول كده الموضوع اللي يحصل لا يمكن تصور في الهدية ولا هو مين جاي فيما معنى الحديث. نيجي بقى لايه؟ للمنهج بتاعك. انا قلت اشرح بس الشرح هاخد مننا وقت كبير، و لازم يبقى فيه تدريب على الشرح ومش هيبقى عندنا وقت. فانا قلت ايه، احنا نبدا ببعض الاسئله، والسؤال اللي انا هحس معاك صديق الصلاه هحس بيه، مش انت بعيد عني، انا بكلمكم كانكم قدامي حالا، كاني في مدرج انتوا قاعدين كل صلاه في مصر فيها ازاي، وارجو ان تكون النافذه ديت هي العامل المادي اللي يحقق لي تواجدكم معايا اللي انا متخيله. هقوله الى حقيقه ان كل واحد فيكم بيسمع الكلام ده. قلت ايه؟ انا بسال اسئله واحساسي بيكم وانا بسال السؤال، ان لو عاوز شرح اشرح، مش عاوز شرح انا ايه؟ بنعدي، او مثلا في نوع معين من الاسئله في الاول هنبدا نتكلم على الشرح التفصيلي في الاجابه. لما هاجي اكرر الاسئله مثلا من مصطلح علم الاكمل هتلاقي نفس السؤال بيتكرر، فهنقول الاجابه على طول بدون ايه؟ اي شرح الا في الحالات الايه؟ الخاصه اللي هي محتاجه شرح. تمام كده يا جماعه؟ طيب دلوقتي نبدا الاسئله بما ان دي اول حصه عن الفصل الاول في الباب الاول في الفيزياء للصف الاول الثانوي. السؤال بيقول اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى من نفس نوعها لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية. المصطلح العلمي ده بقى ده سامع ولد شاطر بيقول القياس. تمام القياس. فهو القياس هو عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية معلومة. طب الحتة دي ممكن نفهمها لك. أنا معايا مثلا حتة زي اللي ورايا دي، مش عارف طبعا، بجيب المتر، الحيطة كمية مجهولة، ما رحتش جبت الكيلو جرام، جبت المتر عشان أقيس طول، وأقياس الطول هي المتر، يبقى بجيب كمية معلومة من نفس عنوان كمية مجهولة، فالحيطة اللي ورايا دي بتتلت المتر. رحت جبت المتر، وبعدين فضلت بقى من اول حته لغايه الحته هي بقى 1 2 3 4 لحد ما تخلص، وصلت لغايه 4.5 يبقى الحته اللي ورايا دي. يبقى انا قارنت كميه مجهوله في الاخر بكميه معلومه اللي هي المتر، وكانت الكميتين من نفس النوع، جبت كيلو اجيب بطول الحته، الكيلو اجيب بكتله مش الوزن، لان في فرق بين كتله ووزن هنعرفه قدام الموضوع ده. يبقى انا قارنت كميه مجهوله اللي هي حيطه بكميه معلومه لمعرفه عدد مرات احتواء الاولى اللي هي الكميه المجهوله على
الكميه المعلومه دي. يبقى عمليه مقارنه كميه مجهوله بكميه اخرى من نفس نوعها لمعرفه عدد مرات احتواء الاولى على الثانيه دي الكيمياء. كميات فيزيائيه لا تعرف بدلاله كميات فيزيائيه اخرى. ايه الكميات الفيزيائيه اللي بتتعرف بدون دلاله كميات فيزيائيه اخرى؟ الطول، عاوز ايه الطول؟ نجيب المتر واحد انا عارف. عايز اقيس مثلا معايا في كده في فتحه او خضار قطع ميزان احط عايز اقيس الزمن بتاع طلوع ونزولي من البيت بتاعي اشغل الصبغه تمام واقف الصبغه في اول نقطه تحت ابص على الساعه فاشل في الديات دي يبقى هو ده الزمن اللي انا استغربت فيه نزولي او طلوعي او مروحي المشوار المهم. طيب انا لما جيت اقيس طول الحصه او طولي جبت المتر اس الف كتلة حاجة احطها على الميزان شوف الكتلة كام خلاص عاوز تقيس الزمن حاجة يبقى ديت كميات فيزيائية لا تعرف بدها كميات فيزيائية اخرى وبتتم الخطوة. طيب يبقى ده ايه بقى اللي هي الكميات الفيزيائية لا كميات فيزيائية لا تعرف بدها كميات فيزيائية اخرى؟ قال لك ده يبقى الكميات الفيزيائية الاساس في المياه. طيب السؤال الثالث الكميات الفيزيائية تعرف بدلالة الكميات الفيزيائية الأساسية. دي الكميات الفيزيائية اللي بتعرف بدلالة الكميات الفيزيائية الأساسية بقول عليها كميات فيزيائية مشتقة. وحتى أنت لو عرفت هي بتيجي إزاي هتعرف إنها مشتقة. ما هو مشتقة تاتي يعني بتعتمد على غيرها. فحاجة مثلا زي السرعة عارف إنها بتساوي الإيه؟ المسافة على الزمن. يعني انا ما اقدرش اجيب سرعه جسم ماشي كده عربيات تجري قدامي اقول السرعه دي 30 كيلو متر في الساعه او 100 كيلو متر في الساعه ما اعرفش. لكن الصح ايه؟ ان انا اجيب المسافه اللي مشيتها العربيه او الجسم اللي بيتحرك. وطبعا هي عشان تقطع المسافه ديت محتاجه زمن تستغرقه في قطع المسافه. اقسم المسافه او الازاحه على الزمن خارج القسمه يديني ايه؟ السرعه. عشان كده سميت السرعة ايه؟ كمية فيزيائية ايه؟ مشتقة. لأن أنا اشتقيتها من ايه؟ من خارج قسمة الإزاحة أو المسافة على الزمن يعني. العملية عشان أتوصل لقيمة السرعة خدت مني ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ جبت قياس المسافة، جبت قياس الزمن ادي اللي حققه خطوتين، والخطوه الثالثه بقى اجريت عمليه حسابيه ان انا قسمت المسافه على الايه؟ او الازاحه على الايه؟ تمام زي ما انت على الزمن. وده كله عشان اعرف اجيب مقدار السرعه. يبقى السرعه ما جاتش ان انا ايه؟ خطوه واحده، لا اعتمدت على كميه فيزيائيه اساسيه اللي هي الازاحه والزمن او المسافه والزمن. وبعدين قسمتهم على بعض عشان كده سمنا حاجه زي السرعه كميه فيزيائيه مشتركه. اي كميه فيزيائيه بقى بتعتمد على الكميات الاساسيه في ان انا اوجدها عن طريق الكميات الاساسيه اسمها كميه فيزيائيه مشتركه. وبالمناسبه هتبقى زي السرعه والعجله والقوه والشغل كل ده كميات فيزيائيه مشتركه. السؤال الرابع أداة تستخدم لقياس الأطوال الصغيرة بدقة عالية. القدم ذات الورانية. القدم ذات الورانية دي أنت عارف المفتاح الفرنساوي اللي له صامولة بتلف كده وفكين يقربوا أو يبعدوا من بعض على حسب ما أنت عاوز تعمل يعني تفك حاجة. القدم ذات الورانية كده بس هي مالهاش بقى الصامولة دي، لا أنت بتشدها بإيدك كده بتقفلها بإيدك كده وهي اللي يعني خدتين كده يفتحوا ويقفلوا. دي بقى بتقيس الأطوال الصغيرة جدا اللي تحطها مثلا في كوباية بضعة وتشوف الكوباية دي سمكها قد إيه تفتح. بعدين لها تدريجين. التدريج الثابت السنتي فيه ب 10 متر.
التزيج المتحرك الصمت فيه 9 من 10 مللي، يعني بنقص مللي عن الصمت. بتجيب بقى القرايه ازاي؟ انت فتحتها كده على قد الصمت وعاوز تقرا. التزيج الثابت شوف كام، اقرا التزيج الثابت زي ما هو، هيطلع مثلا 2 3 مللي مثلا. خلاص يبقى 2 او 3 مللي، نقول 2 مللي. التزيج المتحرك بقى شوف الخط الرئيسي على التزيج المتحرك، ما هو الخط الرئيسي ده اللي هو ايه؟ انت عارف انت الصمت على النصاره بيبقى ايه؟ شرطه صغيره كده وبعدين شرطه كبيره اللي هي ايه؟ اخر الصمت يعني. ده الشرطه الرئيسيه. شوف الشرطه الرئيسيه اللي على التزيج الثابت اللي منطبقه مع الشرطه الرئيسيه على التزيج المتحرك. وتبقى هي دي القرايه بتاعتك على التزيج المتحرك. بس هتضرب القرايه اللي انت قريتها في ايه؟ واحد من اللي هو ناقص من الصمت على التزيج المتحرك. احنا قلنا الصمت على التزيج المتحرك دي 9 من 10. يعني لو طلع لك 7 اضربه في 1 من 10 يطلع لك 7 من 10. يبقى سمك الكوبايه جت 2 مللي من طيب ال 2 مللي بتاعتهم على التزيج الثابت وتجمع عليهم 7 من 10 يبقى سمك الكوبايه جت 2 من 7 من 10. وزي ما قلنا ان الاداه اللي بتستخدم في قياس الاطوال الصغيره بدقه عاليه اسمها القدم ذات الورميه، من زي ما قال لي طارق في يوم القدم ذات الزيليه، مش عارف اللي طلع لها دي. ما علينا، ده علينا، خليكم معايا. 5 نظام الوحدات الذي يستخدم القدم كوحده اساسيه للطول. النظام الدراسي، احنا عندنا اولاد 3 انظمه، جاوس اللي هو الفرنسي، البريطاني، المتري. الطول في جاوس اللي هو النظام الفرنسي سنتيم، في البريطاني قدم. طبعا كانوا بياخدوا القدم ديت ايه؟ مش اي قدم كده لاي مواطن في بريطانيا يعني. كانوا بيديهم الطول بتاع القدم بتاع الملك بتاعهم. طب جميل قوي الكلام. طيب في النظام المتري وحدة قياس الطول ايه؟ متر. طب تعالى للقطر. في النظام الفرنسي اللي هو نظام جاوس جرام. في النظام البريطاني الرطل او الباوند. الرطل هو باوند. في النظام المتري كيلوغرام. تعالى للزمن وحدة القياس في نظام جاوس الفرنسي والنظام البريطاني والنظام المتري ثاني. الزمن واحدة الثابتة في الثورة الأنظمية. طيب جميل أوي الكلام ده. يبقى نظام الوحدات اللي بيستخدم القدم كوحدة أساسية للطول البريطاني. 6 نظام الوحدات الذي يستخدم الجرام كوحدة أساسية للكتلة. طبعا لسه قايل لكم دلوقتي سامعنا بيقول أيوه نظام جاوس اللي هو نظام الفرنسي. 7 وحدة قياس شدة التيار في النظام الدولي اللي هو الانترناشونال فيت. النظام الدولي انترناشونال فيت شدة التيار فيه بتقدم بايه؟ بالامبير. ايه بقى حكاية الانترناشونال سيستم ده؟ احنا اتكلمنا على جاوس وبريطاني ومتر. قال لك بص، هو لما لقوا ان كل دولة لها وحدة قياس وبعدين الدول بينهم وبين بعضهم ايه؟ تصدير واستيراد وحاجات زي كده، طلع يحصل مشاكل بين الدول وبعضها. فرنسا عاوزه تصدر بالجرام بالنسبه للكتله والسنتي بالنسبه للايه؟ للطول. وبريطانيا عاوزه تاخد الطول بالقدم والكتله بالرطل او بالضغط. واللي بيتعامل بالنظام المتر عاوز ياخد الطول بالمتر والكتله بالايه؟ بالكيلوغرام. قالوا بصوا لا ده ولا ده ولا ده. اجتمعت الدول كلها مع بعض واتفقوا على ان يتفقوا مع بعض على نظام يتعاملوا بيه واحدة، وكل دولة حرة مع المواطنين بتوعها في عمليات الصين. بس لما يجي يتعامل دوليا يتعامل بناء على الوحدات اللي هم هيتفقوا عليها. ومن هنا نشا النظام الدولي للقياس.
فاتفقوا على 7 وحدات أساسية ووحدتين أساسية. 7 وحدات الأساسية أول حاجة فيهم الطول بالمتر، والكتلة بالكيلوجرام، والزمن بالثانية، وشدة التيار بالأمبير، وكمية المادة في المول، وشدة الإضاءة كانديلا او الشمعة. في واحدة 7، احنا قلنا ايه؟ الطول، الكتلة، الزمن، شدة التيار، كمية المادة، شدة الاضاءة، درجة الحرارة. درجة الحرارة قالوا الوحدة الاساسية بتاعتها ايه؟ الكلفن، هي درجة الحرارة المطلقة. طب جميل اوي الكلام ده. ايه الوحدتين اللي بقى الاضافيتين؟ الراديان والاستريديان. ايه الراديان؟ انت لما بيبقى معاك مستقيمين بتقول الزاويه بينهم مثلا 30، بتقول 30 درجه. طب لو معاك مستويين زي مثلا الكتاب ده كده او المذكره دي كده، مستوى ادي مستطيل، اعتبر الصفحه دي مستطيل، لان الفكره دي بخبط لك عليها دي مستطيل، والصفحه اللي انا بخبط لك عليها دلوقتي مستطيل. عملوا مع بعض الزاويه ولا ما عملوش؟ عملوا زاويه. طب الزاويه بين المستطيل ده والمستطيل ده ايه؟ الزاويه بتسموها زاويه مسطحه، لان في زاويه مسطحه وزاويه مجسمه. ايه الفرق بين الزاويه المسطحه والمجسمه؟ الزاويه المسطحه بتبقى بين سطحين، اسطح زي ايه؟ مثلث، مربع، مستطيل، يعني اي حاجه لها مساحه. مش حاجه. والحاجه اللي لها مساحه يعني لها طول وعرض بس. تمام كده؟ اما الحاجه اللي لها حجم اسمها مجسم. ولما عشان الحاجه يبقى لها حجم يبقى لازم لها 3 ابعاد، اللي هو طول وعرض وارتفاع. يبقى المسطحات لها ايه؟ بعدين بس. اي حاجه لها بعدين، الدايره لها بعدين، لان الدايره دي مساحه ملهاش حد. طبعا البعدين بتوعها ما تقوليش طول وعرض، لان احنا بنجيب مساحه الدايره عن طريق ها، يعني لو كانت 22 على 7 على 3.14%، ده صوره الكسر بتاعت الرياضيه العشريه مضروبه في نقطه اساسيه مربع مستطيل. ده مساحه الدايره، ملهاش طبعا الدايره ملهاش اي حجم، لان الدايره بيبقى مسطح مش مجسم. قالوا الزاويه بين سطحين زي مستطيلين او مربعين او شبه منحنيين او اي حاجه، الزاويه في واحده بتاعتها اسمها ايه؟ الراديان. طب لو بين مجسمين زي مكعب ومكعب، ما انت ممكن تجيب علبه كبريت. علبه الكبريت دي هتبقى على شكل برضه مستطيله، اصلها 6 اوس، واخده فوق كده، واخده في الجنبين كده، واخده في الجنبين. بالنسبة للزاوية المجسمة بالاستريديان، واحد كده في الزاوية المجسمة بالاستريديان، ودي في الوحدتين الإضافيتين اللي اتحطوا على الوحدات الأساسية في الانترناشونال سيستم اللي هو النظام الدول. طيب نشوف النقطة اللي بعد كده. ثمانية، اذكر مصطلح العلم طبعا عشان بفكر الناس اللي هي ما كانتش معانا في الاول. وحدة قياس الزاوية المجسمة في النظام الدولي International Day. طبعا لسه قايلها في كامل. طيب حد يسمعها لي كده؟ تمام، سامع حد بيقول الوحدة صحيحة. اللي ما عرفهاش بقى يرجع الفيديو نسمع الكلام اللي قبل كده. اخر جمله قلتها كانت هي وحده قياس الزاويه المجسمه، عشان نشغل دماغنا مع بعض كده، ما نقعدش فرحانين. تمام؟ المسافه بين علامتين محفورتين عند نهايتي ساق من سبيكه البلاتين الايريديوم محفوظه بدرجه الصفر سيليجيوس في المكتب الدولي للموازين والمقاييس بالقرب من باريس. وسبيكة يعني انا جايب مع معدنين او اكتر، وصاهر كل معدن لوحده، وبعدين رحت خالط المعادن ببعضها، والسبيكة اقلها معدنين، ممكن تزيد عن معدنين طبعا، زي سبيكة الدهب والنحاس كده، عندنا الدهب بيبقى عليه نحاس، عشان كده بنقول ايه؟ ما بقاش انا اقول عليه ذهب ولا اقول عليه نحاس، ينفع اقول عليه ذهب ولا نحاس، ده سبيكة. وده قلت سبيكة
يبقى المعدن اللي قدامي ده مش معدن مصر، لا ده معدن مخلوط مع معادن اخرى، او على الاقل معدنين مخلوطين ببعض. هما لو عملوا سبيكه من البلاتين والاريديوم، البلاتين ده على فكره اولاد اللي هو الذهب الابيض، والاريديوم برضو معدن فلزي غالي جدا زي الذهب كده. عملوا سبيكه منه وعملوا صار وحددوا عند نهايتي الصاج دي، النهايه دي والنهايه دي، يعني خطوتين كده، وقالوا المسافه اللي بين الخطوتين دي هو ده المتر. يعني طيب اجابه السؤال ده ايه بقى؟ اجابه السؤال ده ان المصطلح العلمي اللي بيدل عليه السؤال ده هو المتر الايادي. هو ده المتر اللي اي دوله بتروح تاخد المقياس بتاعه عشان يبقى عندها نسخه منه وتطلع للمواطنين بتوعها اللي هم عندهم ايه استخدامات لقياس الاحوال، عشان مش كل واحد يخترع ايه متر على كيف. طبعا اللي هيبيع هيطلع لي متر قد كده، اللي هيبيع يعمل متر صغير عشان يعد معاه وهو بيبيع، واللي بيشتري هيجهز معاه متر طول 10 كيلو عشان لما يقيس الحاجه ما تطلعش حتى ربع متر. فلا انا كل حاجه اقولها بطول، ده طول المتر، اللي يبيع ويشتري ياخد المتر ده، ده القياس بتاعنا اللي احنا ده مش كده وبس. قبل ما نخش كمان السؤال برضه هيقابلنا عن الكيلو جرام العيال، جابوا برضه سبيكه من البلاتين اسطوانه، من سبيكه البلاتين والاريديوم لها ابعاد محدده، وقالوا ايه؟ الاسطوانه دي محفوظه عن صفر سيليزيوس في المكتب الدولي المحيط المنظيم بقرب من ده. نزل الاسطوانه بابعادها ايه؟ هي دي المقدار الكيلو اللي هو على الفلاتين. كتلة الاسطوانة اهو، كتلة الاسطوانة اكتب المصطلح العلمي برضه اللي انت حاضرينه، كتلة الاسطوانة من سبيكة البلاتين الايريديوم ذات ابعاد محددة محفوظة عند درجة الصفر سيليزيوس في المكتب الدولي للمقاييس والموازين بالكربون، ده الكيلو جرام العيار، ده العيار اللي احنا كل دوله تاخد نسخه منه بحيث تطلع منها نسخه للناس اللي بيحتاجوا المواد. رقم 10 صيغه تعبر عن الكميات الفيزيائيه المشتقه بدلاله ابعاد الكميات الفيزيائيه الاساسيه وهي الطول والكتله والزمن، مرفوع كل منها لأس معين. دي أولاد اسمها معادلة أو الصيغة الكيميائية للإجابة على النقطة دي، معادلة الأبعاد. القياس الذي يستخدم فيه أداة قياس واحدة، ده القياس المباشر، عاوز تقيس الطول خطوة واحدة، خط المتر الحيطة اللي ورا دي، متر شريط واحد يمسك هنا واحد يمشي الناحية دي، آخرها يبقى ثلاثة أربعة ونص، ثلاثة رقم. طيب الزمن امشي قبل ما تمشي، شغل الستوب ووتش، بعد ما توصل وقف الستوب ووتش، اللي شوف كام ده اللي استغرب. يبقى اذا ده كله طول مسافه ازاحه زمن كتله بياخد مني خطوه في ايجاد المقدار بتاع الكميه الفيزيائيه، عشان كده بسميه ايه؟ قياس مباشر. يبقى القياس الذي يتم فيه استخدام أداة قياس واحدة وبيتم على خط واحدة ده اسمه قياس مباشر. السؤال اللي بعد كده 13، القياس الذي يتم فيه استخدام أكثر من أداة قياس، عايز أجيب الكتاب زي ما جبنا بسرعة كده من الدفعة، عايز اجيب الكثافه كتله على الحجم. خلي بالك ممكن الكثافه تبقى من الكميات الفيزيائيه اللي بستخدم فيها القياس المباشر عن طريق جهاز اسمه الهيدرومتر. الهيدرومتر ده عباره عن شاشه رقميه متصله بثقل كده، حط الثقل في قلب المحلول يطلع لك رقم مصر. الرقم اللي على الشاشه ده هو الكثافه بتاعت الثانيه، وفي الحاله دي الكثافه تبقى جايه ايه؟ عن طريق الكثافه المباشره.
لكن الكثافه بالمفهوم القديم بتاعك ان انت بتساوي الكتله على الحجم، يبقى انت لازم تجيب كتله الجسم وبعدين تجيب حجم الجسم وبعدين تقسم الكتله على الحجم، ناتج القسمه يديك الايه؟ يديك الكثافه. في الحاله دي الكثافه خدت اكتر من خطوه، وكمان خطوتين هو الكتله والحجم، زائد انك انت استخدمت عمليه حسابيه، يبقى خدت اكتر من خطوه. ففي الحاله دي بنسمي الكثافه ايه؟ عملية القياس في الكثافة في الحالة دي القياس مباشر ولا غير مباشر؟ طبعا سنة حد يقول لي اتجاه سنة كلام أحمر يبقى غير مباشر. يبقى القياس الذي يتم فيه استخدام أكثر من أداة قياس، استخدم أداة على حاجة زي الكثافة مثلا، استخدم أداة قياس للكتلة سواء الميزان، استخدم حاجة زي كده الحد والأخبار المجرد، أو أجيب الطول والعرض والارتفاع بأكثر من منشار وأضربهم من طرف بعضهم وأجيب الحجم، وبعدين هقسم الكتلة على الحجم عشان أجيب الكثافة. لو أنا استخدمت أكثر من إضافة قياس والسرعة مثلا، السرعة عايز تطلع في المدافع في الزمن وبعدين تمشي المسافة في الزمن، استخدمت أكثر من إضافة قياس في المسافة في النص أو في الكيلومتر في الزمن في الثانية، وبعدين قسمت المسافة والمساحة على الزمن. فمن هنا نقدر نقول إيه؟ نقدر نقول ان الامثله اللي زي السرعه والكثافه والحجم والمساحه والشغل والقوه والطاقه، كل ده في كميات فيزيائيه تستخدم فيها القياس الجيد مباشر. اللي عاوزك تحطه في بالك ان الكميات الفيزيائيه الاساسيه كلها بلا استثناء هيبقى قياس مباشر. الكميات الفيزيائيه المشتقه هيبقى قياسها غير مباشر، لان المشتقه هتعتمد على اكثر من محور. اما الكميات الفيزيائيه الاساسيه ما تعتمدش على حاجه، هي مره بتجيب فيها وتعرف النتيجه خالص. خلاص كده يا جماعه؟ الفرق بين القيمه الحقيقيه والكميه المقاسه والقيمه الفعليه والقيمه المقاسه عمليا ده اسمه الخطا المطلق. الخطا المطلق، وهناخد مسائل دلوقتي وهنقصهم مع بعض، بس الدرس عليك. وعلى فكره خلي بالك هيجي لك سؤال دلوقتي عرض او من مصر، اقول لك ما المقصود بعمليه القياس؟ الاجابه اول نقطه من نقاط اسئله المصطلح الفني. فممكن خلي بالك ان في اسئله هتبقى اجابه تفكيرك. انا اقول لك عرض القياس يبقى هتقول له المصطلح العلمي بتاع ايه؟ رقم واحد. طب هيجي مثلا سؤال تاني يقول لك ايه؟ عرف الكميات الفيزيائيه الاساسيه. هتلاقي السؤال رقم اثنين هو اللي بيقول لك صح، اللي هو كميات فيزيائيه لا تعرف بدراسه كميات فيزيائيه واحده. خلي بالك من الحكايه دي. هو في اجابه ما المقصود او عرف. اجابه السؤال ده هي سؤال ايه؟ المصطلح ده. تمام اهو تمام. طيب. اخر سؤال في المصطلح العلمي ونخش على بعد كده. اختر النسبه بين الخطا المطلق الى القيمه الحقيقيه للكميه التي يتم قياسها. الخارج الاسم بتاع الخطا المطلق على القيمه الحقيقيه ده اسمه ايه؟ ده اسمه الخطا النسبي. ده اسمه الخطا النسبي. بشكركم، بتمنى لكم قضاء اوقات سعيده، وارجو ان انا اكون شفتكم، وباذن الله من غير مقاطعه هاخد راحه 10 دقائق كده وانزل الكلام في الفيديو تاني. ليه بقى؟ لان مده الفيديو لما انا شايف هو داخل على 35 دقيقه اهو، لما بتزيد اما باجي ارفعه بياخد مني وقت كبير، فانا هقسم بس الفيديوهات لكن هتمثلها كلها على الصفحه الشخصيه بتاعتي فيسبوك اللي هي ايه؟ فتحي الغنيمي @yahoo.com. واللي مش هيعرف يكتبها يتصل على رقم 0 111 61 83 259 وانا مديهوله بالحر استلم بتاعي. وشكرا. شكرا.